شنو هو النسيان وشلون نقدر نعالج النسيان وشلون راح يساعدنا استاذ إبينغ هاوس بهذا الشيء وشلون نقدر نزود من سرعه قراءتنا وتركيزنا وشلون ندرس بطريقه الاذكياء. تابعيني نهايه هاي الحلقه حتى تتعرف على مجموعه هذه الامور. يا اهلا وسهلا في حلقه جديده من مهارات هكر النمو. انا حسن العبيدي مدرب لمهارات هكر النمو. اذا اول مره تشوفني فلا تنسى الاشتراك ويانا وتفعيل زر الجرس لان اشتراك واحده ما راح ينبهك بالحلقات الجديده اللي تنتشر باستمرار. واذا انت اصلا مشترك ويانا فاعطيني لايك واكتب لي تعليق حلو في التعليقات لان هذين الامور يساعده من خوارزميات اليوتيوب يتفاعلن وهذين الحلقات قدر الامكان يوصلن لاكبر عدد ممكن من الطلاب. اولا ندخل الموضوع مباشرة، كيف يتم حفظ المعلومات؟ هاي المعلومات اللي احنا ندرسها باستمرار ونقرأ الكتب ونشوف الدورات شلون يتم حفظها وشنو اللي يصير اللي بسببها ما يتم حفظ المعلومات. شوف يا حبيبي، من تدرس اي شيء، تتعلم اي شيء، تريد تتعلم اي مهارة، اي شيء تسويه الهدف منه هو التعلم، يتكون داخل عقلك مجموعة من الخلايا العصبية اللي تسمى نورون. هاي الخلايا بالبداية تكوينها يكون صعب، ياخذ من جسمنا طاقة عالية، يحتاج الى يحتاج الى نوم كافي، يحتاج الى راحة كافية، يحتاج الى نظام غذائي سليم، ويحتاج الى الصبر. قلنا هاي الخلايا بالبداية تكوينها صعب، من تتكون هاي الخلايا تبدي تتصل مع بعضها البعض بأذرعها اللي تسمى سينابس. من تبدي تتصل مع بعضها يتم نقل المعلومات بين خلية إلى خلية، وبعدها تتكون الارتباطات العصبية. الارتباطات العصبية تكون مثل كيبل الكهرباء. نقول كل ما أنت زاد تعلمك في هذا المجال، زاد تخصصك في هذا المجال، هاي الارتباطات العصبية تبدي تكبر 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 مثل الكيبل اللي شنو بي بهواي من القياسات والأنواع. المهم، فهذين الخلايا والارتباطات العصبية من أول مرة متتكون؟ لا، أنت أول ما تدرس، أول ما تتعلم شيء معين، تنتقل المعلومات إلى الحافظة القصيرة حتى تتكون هذين الخلايا والارتباطات. لازم المعلومات تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة بعيدة المدى. من تنتقل إلى بعيدة المدى يعني تكون إلها الخلايا العصبية اللي بعد ما راح تنسى هذين المعلومات للأبد. بس هنا الملاحظة أو الشيء المهم اللي لازم ننتبه عليه هسه، عقلنا مو أي شيء تتعلمه، مو أي شيء تدرسه، مو أي شيء تمارسه من أول مرة يحوله إلى خلايا وارتباطات عصبية. ليش؟ سأقولك ليش. لأن إحنا خلال يومنا، خصوصا بهذا وقتنا عصر التكنولوجيا وانتقال المعلومات بسرعة، في يومنا نتعرض إلى كم هائل من المعلومات يقدر ب 32 جيجا بايت. تدري لو ما تدري؟ لسه دريت. فعقلنا إذا أي شيء تشوفه، أي شيء تسمعه، أي شيء تتعلمه بسرعة يحولك إياها إلى خلايا عصبية، راح تنهك تتعب نقص في أول نهارك، خلصت طاقتك. فحتى العقل يحافظ على طاقتنا قدر الإمكان، هذن المعلومات، هذن المهارات ما يحولها إلى خلايا عصبية. يعني يقول مو مهمة، فعلا مو مهمة. احنا هواي نروح لليوتيوب، هواي أمور نشوفها نتعلمها، نحاول نتعلمها، بس ما تفيدنا في حياتنا. مثلا بنت خالتك تروح تتعلم لغة فرنسية، انت يكون بشكل حافز والدافع والواس، انا يبقى اتعلم فرنسي حتى ادق لي وياها كلمتين فرنسي ويمكن اقدر اصارح بحب الها. تروح يومين ثلاثة تتعلم فرنسي وبعدين شوف الباقي، السالفة صعبة تنسحب. احنا عندنا هواية من الامور، هواية من المهارات نروح نتعلمها بغرض الدافع والحافز، امور خارجية مو داخلية تأثر بينا، نروح نريد نتعلم هذه الامور، نشتري كومة كتب نتعلم نقراها. من نقراها؟ فعقلنا سابقا يعرف هذين الأمور، فمي يكون إلها خلايا عصبية. إيش وقت لعد يكون إلها خلايا عصبية؟ من تلح في عملية الإلحاح يتم بناء خلايا وارتباطات عصبية. من العقل يحس بأن هذا الشيء مهم، وهذا الشيء دي يسويه يوميا ودي يأخذ من عندنا أصلا جهود ووقت. عمل العقل، وظيفة العقل الأساسية يوفر لنا طاقة. فشنو اللي يسوي عقل
حتى يوفر لنا أكبر قدر ممكن من الطاقة. يحول هذين الأمور إلى مهارات أو إلى عادات، لأن العادة تبدي وحدها تتكرر، تبدي وحدها تتكرر، وفي عملية التكرار ما يحتاج إلى صرف طاقة عالية، ما يحتاج إلى صرف سعرات حرارية عالية. فيحفظ هذين المعلومات، يحفظ هذين المهارات على شكل خلايا وارتباطات عصبية مرة واحدة ويخلص. إيش وقت ما أنت كنت بحاجة إلها، هذين الخلايا والارتباطات تتفاعل ويقدم إليك المعلومات، يقدم إليك المهارة اللي تريدها. العادات سواء كانت إيجابية أو سلبية يتحولن إلى خلايا وارتباطات عصبية. والنوع التمارين، نوع الدوبامين اللي يحصل العقل من هاي العادات والمهارات هي المؤثرة في تكوين هاي العادات. أكو من عادات قاتلة، عادة مشاهدة الأفلام الباحية عادة قاتلة، بس ليش العقل يدمن عليها ما علم هي عادة سلبية؟ لأن كمية الدوبامين اللي يفرزها العقل من مشاهدة وممارسة هاي العادة يعادل 1.5. الكوكايين يفرز لك ضعفين، يعني فرق بين الكوكايين والعادة السرية نص، مقدار نص دوبامين. نعشوف مقدار الدوبامين اللي يفرزه عقل الإنسان من خلال ممارسة هاي العادات طيحها. فنرجع لموضوعنا، حتى نقدر نحفظ المعلومات ونتعلم المهارات لازم نحولها إلى خلايا وارتباطات عصبية، وحتى تتحول إلى خلايا وارتباطات عصبية نحتاج إلى الإلحاح في هذين الأمور. يعني شنو الإلحاح؟ يعني المراجعة. إذا أريد أحفظ مادة معينة، أدرس الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، عربي، أي شيء، أحتاج إلى الإلحاح، بمعنى أحتاج إلى المراجعة. انت ليلة الامتحان من تقرأ هاي المادة، المعلومات ما تنتقل إلى الذاكرة بعيدة المدى، بل تنتقل إلى ذاكرة قصيرة المدى. وهي طلاب يقولون لا أنا أدرس ليلة الامتحان وروح وجاوب. إيه نعم تجاوب، بس شو وقت تجاوب؟ بس يوم الامتحان، بعد أسبوع لو امتحن بنفس ذني الأمور ما راح تجاوبين. العقل حذف، العقل المعلومات، معلومات شنو؟ العقل يبدي يحذف المعلومات خلال أول أسبوع، خلال أول أسبوع ينحذف جميع المعلومات. بعد 24 ساعة من قراءتك وتعلمك لأي مهارة، العقل يحذف حوالي 40% من هذين المعلومات، وال60% الباقيات ينحذف خلال أول أسبوع. لأن العقل يقول ليش لازم نحتفظ بيها وهي مو مهمة؟ ليش؟ ما لازم نحتفظ بيها، لازم نحذفها. فحتى نقدر نحتفظ بالمعلومات لمدى بعيد والأخير عمرنا، نحتاج لاستخدام جدول أستاذ إبينغهاوس. أستاذ إبينغهاوس سوى في الجدول للتعليم، قال أذا الإنسان خلال، أو خلينا نقول أذا الإنسان استخدم هذا الجدول في المراجعة، راح يقدر يحتفظ بنسبة حوالي 90% من المعلومات للأبد. بس هذا الجدول نوعا ما قديم، أكو بعض المدرسين حديثة يشرحون هذا الجدول، هذا النظام. حتى أنا في حلقات سابقة كنت أشرحه، بس بعدين شفت بأن هذا الجدول قديم وما مبني على أساس علمي مثل ما نقول. فحدثت لكم، سويت لكم مبني على علوم الأعصاب. شنو يعني؟ سأقول لك شنو يعني. تحتاج إلى 7 مراجعات لأي مادة حتى تحفظها للأبد. المراجعة الأولى تكون قبل النوم. ليش قبل النوم؟ لأن عملية حفظ المعلومات قبل النوم تكون أكبر، تكون أفضل. فأول مراجعة قبل النوم. يعني أنت اليوم تدرس، أوكي درست، شو كنت تراجعين بالبداية؟ قبل النوم تخيل دفتر ملاحظاتك، دفتر المراجعة يمك قبل النوم، تراجع بسرعة. بعدين ثاني يوم بعد مرور 24 ساعة تراجع هذه المعلومات، بعدين تراجعين وراء 3 أيام، بعدين تراجعين وراء 6 أيام، بعدين تراجعين وراء 14 يوم، بعدين تراجعين بعد شهر، بعدين أخير مرة تراجعين بعد 3 أشهر. وخلال هاي عملية المراجعات أنت تبقى محتفظ بالمعلومات. يعني مثلا من توصل إلى يوم 6 في المراجعة، بين يوم 6 ويوم 14 أنت ترى حافظ المعلومات، المعلومات موجودة بعقلك، بس من توصل يوم 14 عقلك يقول لك هذين المعلومات مو مهمة، من زمان ما مراجعة، من زمان ما مستخدمة، خلنا نتخلص من عدها. فأنت شو تسوي؟ تجي يوم 14 تقول أوب تراجع. فالعملية، عملية انه حفظ المعلومات تتجدد، تتمدد. مثل متسافر لدولة معينة عندك فيزا، فيزا هاي 30 يوم تخلص، تبغى اكثر تروح تمدد الفيزا. هاي التمديد لحفظ المعلومات داخل العقل. اتمنى كتبتوها، خل راجعكم بعد مرة،
عملية الأولى قبل النوم، عملية الثانية بعد 24 ساعة، عملية الثالثة بعد 3 أيام، ثم بعد 6 أيام، بعدين بعد 14 يوم، بعدين بعد شهر، وأخيرا بعد 3 أشهر. تحتفظون بنسبة، إذا تراجعون الملاحظات كلها تحتفظون بنسبة 100% من المعلومات. هاي كانت طريقة حفظ المعلومات وطريقة حذف المعلومات. يعني إذا ما سويت هذين الأمور راح معلومات تنحذف. إذا نومك مو تمام معلومات تنحذف، لأن عملية بناء الخلايا العصبية وارتباطات العصبية يتم أثناء النوم. لازم تعطي أهمية نومك، خصوصا يوم اللي تدرس هواي، تدرس مواد صعبة، تعطي أهمية نومك، تعطي أهمية غذائك. إذا أنت طالب سادس وهي سنة مهمة لك، تعطي أهمية أكلك ونومك، مو بكيفك. تسوي شيء تحصل شيء، تضحي بشيء تحصل شيء. غذائك سابقا كله فاست فود وما أدري دسوم وأكلات مو صحية، أنت جاي تختار هذا الشيء. تريد ذكاء عالي، تريد قدرات في الحفظ عالية، تروح تستخدم كل الأمور اللي تساعدك بهذا الشيء. نظام غذائي عالي، نوم عالي، نام لمدة 7 ساعات ونص، لا 5 ساعات ولا 4 ساعات. هاي الفكرة بأنه النوم ديبوق مني الوقت وأنا أحتاج وقت أكثر، غلط. إذا تحتاج وقت أكثر، لأن أنت 100% يعني شلون أقول لك، ما جاي تستفاد من وقتك الحالي. أينشتاين كان ينام لمدة 13 ساعة، والداعي ساعة كان يشتغل بيه. شوف النتائج اللي حصل. ليش؟ مو لأن هو أينشتاين، لا، هو الوقت كان يديره بصورة صحيحة. فالتزموا بنومكم، وإذا تحس ما عندك وقت راجع نفسك، راجع روتين يومك، شوف شنو من الأمور اللي تسويها اللي يتأخذ منك نهارك ويأخذ منك وقتك. ما ساعتين ثلاثة أربعة جاي تخليها بتيك توك وبالإنستغرام، صح ولا لا؟ صح. هسه خلنا ناخذ طريقة الدراسة بنظام الأذكياء، خلينا نشوف هذول الأذكياء شلون يدرسون. اكو طريقتين الأذكياء يدرسون بيها، واللي شرحه أستاذ جيم كويك. جيم كويك هو أستاذ في مهارات الدراسة، وعنده كتاب باسم ليميتلس. ما أنا كتاب أنا ما شفته باللغة العربية، أنا ما قرأت باللغة الإنجليزية، أنا قرأته بغير لغة. بس المهم بالإنجليزية اسمه ليميتلس، شوفوا إذا موجود بالعربية وإذا عندكم وقت للدراسة والقراءة اقروا هذا الكتاب، يفيدكم في مهاراتكم الدراسية. أستاذ جيم كويك يقول أنت تقدر تقرأ ساعتين، وهاي الساعتين يعادل 8 ساعات من القراءة. أو ماي جاد، هو يقول مو أنا. زين، هل هو صحيح؟ أنا حسب خبرتي شو تكلم صورة صحيحة. أستاذ جيم كويك يقول أنت حتى تأخذ كامل الاستفادة من الكتاب، أو تأخذ كامل الاستفادة من منهجك الدراسي، لازم عندك مجموعة من الأهداف تحتاج أو لازم تحققها من خلال دراستك لهذا الكتاب، من خلال دراستك المادة الأكاديمية اللي تريد تدرسها. فيقول تجيب ورقة مثل هاي الورقة البيضة وتقسمها نصين. نقسم الورقة إلى نصين، بالقسم الأيسر نكتب بيه الأفكار والأسئلة اللي لازم أجاوب عليهن. الأفكار والأسئلة لسلو من أجيب؟ إذا أنت عندك مادة دراسية تدرسها، تروح لأخير الفصل أكو مجموعة من أسئلة الفصل اللي لازم تجاوب عليهن، تجيبن تخليهن أمامك حتى أثناء دراستك تبحث عن الإجابة على هذين الأسئلة. إذا أنت تقرأ بدون هدف ما راح تقدر تقرأ، بس يوم اللي عندك 12 سؤال، بمعنى عندك 12 هدف دراسي لازم تحققه من خلال هاي قراءتك. مع كل إجابة لواحدة من هذين الأسئلة أنت تحس بنشاط. ليش تحس بنشاط؟ لأن عقلك يفرز الدوبامين، وقلنا من عقلك يحصل على الدوبامين يفرز الخلايا والارتباطات العصبية، وبعدين يحولها إلى عادة. في يوم اللي أنت عندك 12 سؤال، عندك 12 هدف دراسي، من تجاوب على واحد دي صار 11 10 9 8 7، العدد يبدي يقل، وكل ما يقل يصعد عندك الإرادة والدافع لإكمال المزيد والمزيد والمزيد والمزيد، إلى أن توصل لأخير سؤال. من تجاوب هذا السؤال لازم تكافئ نفسك. شلون يعني أكافئ نفسي؟ قبل ما تبدأ تدرس تحدد لنفسك المكافأة. اليوم أكمل الفصل الأول، مكافئتي أشوف ساعة فيلم اللي أحبه، مكافئتي أطلع ويا الزغاي، مكافئتي أقرأ كتاب الحلو، مكافئتي أشوف حسن العبيدي، أشوف دورات
التعليمية المجانية اللي يسويها. تحددي المكافأة. أنت خلال عملية دراستك جاي تفرز الدوبامين دوبامين دوبامين، وهذا الدوبامين هو اللي يخليك تكمل الدراسة لعبالك، وبالنهاية تأخذ المكافأة الحلوة اللي تريدها، ويفرز العقلك دوبامين عالي، وهنا عقلك يقول لك أوب ستوب. هذا الدوبامين من يجي؟ احنا خلال النهار اوكي حصلنا مجموع من دوبامينات صغار حلوة، عرفنا مصدره، بس بالنهاية حصل على دوبامين عالي. من نبدي ندرس وكملنا الدراسة للنهاية حصلنا الدوبامين. ثاني يوم عقلك شي يقول لك؟ يقول لك تعال خلنا ندرس، بالنهاية هم اريد هاي المكافأة اللي اعطتنا دوبامين. وهاي العملية انت تكررها يوميا 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 يوميا. بالنتيجة شي يصير عندك؟ يصير عندك عادة دراسية ايجابية. ليش؟ لان محدد لنفسك اهداف ومكافأة. اهدافك من تجيبها؟ من اسئلة الفصل. هذا الفصل بعشرين سؤال، تحدد عشرين سؤال. اذا ما تقدر عشرين سؤال حدد عشرة. دير بالك تحدد عشرين سؤال جاوب على عشرة وتبطل تقول تعبت. هنا عقلك يحس انه الارادة انكسرت عده، يكره انه بعد يدرس. دير بالك من شروط تحقيق الاهداف تعرف امكانيتك ايش قد. انا اليوم اقدر احل خمس اسئلة، تحل خمس اسئلة. عشرة، تحل عشرة. 11 تحل 10 عفوا 11 زين. سواء واحد يقول استاذ اني اقدر احل بس 5 بس اريد احل اكثر، اوكي تدلب ايش قد امكانيتك اليوم؟ 5 سويهن 6 اضغط على نفسك تحل سؤال زايد. ثاني يوم شوف الستة الباحة قدرت تحلها بوقت مناسب لو لا. اذا وقت مناسب وشفت انه مثلا باحة انت زاد عندي وقت، زاد عندي نص ساعة، زاد عندي ساعة، سويهن 7. إذا تقولي لا أستاذ أنا 6 بقوة حليتهن، أقول لك أبقى على 6 إلى إنه عملية الحل أو الإجابة على 6 أسئلة يصير عندك عادية، عقلك يتقوى ويبدي يتكيف على إنه باليوم إحنا نجاوب على 6 أسئلة. من يتكيف على هذا الشيء وتحس إنه صار من السهل كل يوم يجاوب على 6 أسئلة، طور من نفسك سويهن 7. العقل يتقوى مثل العضلات. انت يوم اللي تروح نادي كمال اجسام مثل تروح من اول يوم ترفع 100 كيلو مثير قد ترفع 5 10، بعد فترة تشوف ناي 5 و10 صار عندك زلاطة، تزود 15 بعد فترة 15 صار عندك زلاطة، تزود 20. بس هوب انا ملاحظة مهمة، شلون الخمسة والعشرة والخمستاعش صارت عندك زلاطة؟ عافية نوم، الراحة، الأكل الزين. في الدراسة نفس الشيء، إذا تدرس هواي ما جاي تحصل النتيجة اللي تريدها ولا عقلك دا يتقوى، راجع نفسك هل نومك منتظم لو لا، نظامك الغذائي ملائم لو لا، وجاي تاخذ فترات راحة واستراحة ومكافأة يومية لو لا. إذا لا فهذني الأمور ضيفين وراح تشوف معجزات بحياتك بدراستك. هاي الطريقة اللي أستاذ جيم كويك يشرحها في كتابه، هو هاي الطريقة يعني حكيت بها علمين ما يتكلم بها، ما يتكلم إنه الدوبامين والعادات هذين الأمور ما يتكلم بها. يقول بس خلي أهداف وحقق هذين الأهداف. هسه أنا حاول يعني وضحت لك بصورة علمية بأنه أنت من تخلي هدف وتحقق الهدف شيء يصير داخل عقلك دوبامين، والدوبامين يؤدي إلى تكوين عادات. وأنا عندي دورتين خاصات مدفوعات هذين الدورات علمية، واحدة عن تكوين العادات بشكل علمي، يعني هاي عملية الدوبامين تكوين العادات بشكل علمي مفصل اشرحها في دورة مدفوعة. الشخص اللي يشوف هاي الدورة بعد اي عادة يقدر يكتسبها، اي عادة مهما تكون هاي العادة يقدر يكتسبها، واي عادة مهما تكون هاي عادة يقدر يتركها. وايضا عندي دورة خاصة مدفوعة عن الارادة، شلون تقوي الارادة بشكل علمي. الارادة مرتبطة بقسم الامامي من عقل الإنسان، تتعرفون على الإرادة، قوة الإرادة، طاقة الإرادة، شنو الأمور اللي تنقص من قوة الإرادة، شنو الأمور اللي ترفع من قوة الإرادة. دورة دني دورتين حديثات راح يعني خلال أسبوع يكملن، ومبنيات على علوم الأعصاب. هذا إن الدورات ما تشوفون أي مكان، خاصات إلي نفسي أنا أبو فليح الغالي، تعرفون أني
أفضل المحتوى دائما حضركم محتوى علمي تعليمي تاخذوا منه كامل الاستفادة. زين، ف اللي يحب يقدر يشترك هذين الدورات ويقوي من عاداته ومن مهاراته في حياة. قوة الإرادة وقوة تكوين العادات هذين الاثنين إذا تتعلمين أصلا حياتك يتغير. أنتم بكيفكم، تريد تستثمر به أهلا وسهلا، ما تريد تستثمر به هم أهلا وسهلا، وأسعارهم رمزية، تعرفون أن الدورات أسعارهم رمزية. كيفكم بعد؟ ثانيا هي عملية يسموها فاينل أو الامتحان، خلينا نقول شنو يعني هاي العملية. تفيد المراجع بأنه أنت تتأكد بأن هل أنا صدق حفظت ذني المعلومات أو لا. كل سهل هاي العملية، وراح أعطيكم طريقة تقدرون تضربون عصفورين بحجر واحد. انتبه لنهاية الحلقة، انتبه لنهاية هاي الحلقة إذا فضلتها إن شاء الله صحيح. أولا شي اللي تعلمته تشرحه لنفسك، شرحه لنفسك، شوف تقدر تشرحه لو لا. ثانيا تروح تشرح لشخص معين، أنا فضل تروح لصديقك تشرح للأمور اللي هو ما يعرفه، وخل هو يشرح لك الأمور اللي أنت ما تعرفه. وأتمنى تشارك هذا الفيديو، خصوصا هذا الفيديو، بواحد من أصدقائك وقول له تعال خلنا نتعلم سوا، علمني وأنا أعلمك. ثالثا راح تكتشف هنا نقاط ضعفك، وهو راح تكتشف نقاط ضعفه، وراح تقدرون تركزون أكثر على نقاط الضعف. الشيء اللي ما قدرت تشرحه يعني ما عرفته. نعم، شيء اللي متعرف تشرحه يعني انت ما حظه ما تعرفه، فتروح تراجع. وهنا انا افضل تستخدم طريقة ايبنج هاوس، يعني وقت المراجعة يوم الاول بالليل حاول تشرح لنفسك كل اللي قرأته، بعد 24 ساعة حاول تشرح لنفسك كل اللي قرأته، بعد 3 ايام روح اشرحه شخص معين، بعد 6 ايام اطلب من شخص يشرحه لك، بعد 14 يوم روح انت شرحه للآخرين وخلهم يشرحوه لك. شوف بعض يتصور بأن هذا مضيع الوقت، لا حبيب أبد مو مضيع الوقت. شوف مثلا خلنا نفرض أنت بعد 6 أيام عندك مراجعة تراجع، خذ كل الأمور اللي لازم تراجع بعد 6 أيام، روح لصديقك بيت صديقك، اعتبر هذا اليوم هو يوم تصحيح الأخطاء، يوم إيجاد نقاط الضعف، اجتمعوا سوا وخلوا هو يشرح لك وأنت تشرح له. يوم تخلون مثلا في الأسبوع تشرحون كل هذين الأمور، بعد 14 يوم تاخذون المواد الدراسيه اللي لازم تراجعوها، بعد 14 يوم هو يجيب مواد الدراسيه وانت تودي موادك الدراسيه، انت تشرح له وهو يشرح لك، خل هو مثلا يشرح لك الفيزياء والكيمياء والرياضيات وانت تشرح له مثلا العربي والاسلامي والانجليزي، او تتبادلون بيناتهم. اكيد صديقك اكو امور هو ضعيف بها وانت قوي بها، اذا ماكو اختار شخص، اختار شخص مجموعه من الامور هو قوي بها وانت ضعيف بها، وانت قوي بها هو ضعيف بها، وبادلوهم يشاركون. اكو دراسات حديثة هسه وصلت فكرتي، اكو دراسة حديثة يقول عملية التعلم التعاوني كلش مهمة مفيدة، مو بس مهمة، الاشخاص اللي يتعاونون في التعلم نتائجهم عالية، فما تحتاجون الى 4-5 اشخاص حتى يصير هوسة عليكم، لا انت وبعد واحد، كل اثنين خلي يمارسون هاي العملية، تجتمعون يوم في مكان هادي بيت واحد من عندكم، لا تروحون للقهوة لو بالحديقة ومكان ضوضاء، هذا الضوضاء يأذي العقل، يغوي ينزل طاقة العقل، اجتمعوا في المكان، والمكان يجتمع بيناتكم. وأنا أفضل شوية شوية ماكو تستثمرون في التعلم، اشتري صبورة صغيرة أقلام ماجيك، هاي رياضيات فيزياء كيمياء، واحد يقف يشرح الصبورة، لعبوا دور المدرس دور المعلم، شخص اللي يلعب دور المدرس دور المعلم بعد مستحيل هذين الأمور ينساها طول حياته. استثمروا في الدورات التعليمية، دورات المدفوعة، اثنيناتكم شاركوا بشوية بفلوس استثمروا بها، بدل ما تروح كل أسبوع تشتري نفسك تيشيرت، قول هالأسبوع ما اشتري تيشيرت، وصديقك ليش تشتري تكرم الحذاء والبطرون، جمعوا هذين الفلوس اشتروا دورة مدفوعة، قعدوا خلال يوم في الأسبوع شوفوا هاي الدورة المدفوعة سوا واستفادوا من عدها، طوروا مهاراتكم عاداتكم. انتم بكيفكم، دوختكم وتعبتكم بهاي الحلقة، اتمنى استفادتوا منها واتمنى تشاركوها مع الاخرين. ما تريدون تشاركوها ليش؟ ما تريد تشاركوها ليش؟ ليش متشاركه ليش يا حبيبي؟ خمس العلم نشره وايضا امكانية نشر هذا الشيء. شوف هذين الامور اني يعني اشرح لك، انا اولا اتعلمهم اطبقهم على نفسي استفاد من عندي، بعدين اشرح لكم دينقل لكم الخمس. صوروا حبابين، لا تشلعون قلبي، شاركوا هذين الحلقات مع الاخرين، خل الناس تتعلم،
الطلاب بحاجة للتعلم هذين الأمور مبنيات على علوم الأعصاب، علوم حديثة، حتى بالعربي ماكو مقالات إنجليزية. أنا دور أتعلمين أتعب وانشرين لكم. مجتمعنا بحاجة للتعلم، شباب تعبانة، تعبانة من الدراسة، من الحياة، يحتاجون إلى مهارات حتى يطلع من هذا التعب، يصير مثل مخبل لتصنع عقال. العقلانية متفيد بهذا الوقت، لازم أحد يكون مخبل، لازم نقولك مخبل. استغفر الله. كل شيء أحبكم وأشوفكم في الحلقات القادمة.